اللي بيحصل في الدوري الانجليزي، وازاي التغير ده يحصل او التباين ده يظهر على مستويات فرق كانت كبيره جدا من موسم واتنين فاتوا. احنا بنتكلم على انه تشيلسي مثلا على سبيل المثال وليفربول من قبله كانوا قريب جدا موسم والتاني اللي قبله ابطال تشامبيونز ليج وكانوا ابطال دوري انجليزي، ازاي يحصل بيهم او يصل بيهم المستوى لهذا التراجع رغم وجود نفس النجوم وامكانيات كبيره جدا بيتمتع بيها الفريقين، وازاي قوى جديده بتظهر صحيحه او قوى تقليديه. الارسنال كلنا عارفين طبعا ارسنال وعارفين تاريخ الارسنال، وعايز اقول لكم كمان انه يمكن عشان ابتعد لفتره طويله كتير من الجماهير اللي بتتابع الدوري الانجليزي النهارده ما تعرفش انه نيوكاسل يونايتد كان واحد من كبار الدوري الانجليزي في يوم من الايام وقدم اسماء على اعلى مستوى. ضيفنا النهارده في السادسه هو مدير فني سابق طبعا لنيوكاسل يونايتد جون كارفر، وكان مدرب نيوكاسل يونايتد مع الاسطوره طبعا بوبي روبسون، وحاليا هو مدرب منتخب اسكتلندا. بدايه طبعا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معنا في السادسه. اهلا وسهلا بيك وشكرا على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا على قناه الاهلي. شكرا، الشرف لي لتواجدي معكم. يعني بص قبل ما ادخل في الموضوع واتكلم معاك على الدوري وعلى نيوكاسل، لفت نظري جدا الخلفيه اللي ظهر، يعني خلفيه صورتك وعدد من اسماء اهم نجوم الدوري الانجليزي في فتره من الفترات. شفت اعتقد جيان فرانكو زولا، شفت تريزيجيه، شفت الان شيرر. تكلمنا على قصص وذكريات التيشيرتات دي. حسنا، هذه صور ومنها صورة آلان شيرر وأيضا صورة تريزيجيه مع يوفنتوس، زولا من تشيلسي كما ذكرت، وبيزارو من بايرن ميونخ، ستيفن جيرارد من ليفربول على اليسار. معظم هذه الأسماء المشهورة أنا أخذت. هذه المجموعة الخاصة بي طوال عملي كمدير فني وطوال خبرتي في الملاعب الأوروبية، فأنا أفتخر بذلك. يعني طبعا أنا بتذكر جزء كبير جدا من الأسماء دي، أنا شفتها بيتزارو وزولا شيرر طبعا كان واحد من أهم نجوم نيوكاسل يونايتد وأهم نجوم الكرة الإنجليزية ومنتخب إنجلترا في فترة من الفترات. وأبدأ بنيوكاسل معاك قبل ما أكلمك على الديربي النهاردة، ابدا بنيوكاسل معاك، هل بتشوف انه نيوكاسل عاد من جديد وانه نيوكاسل قادر في المواسم بعد المستوى الرائع اللي قدمه الموسم ده انه ينافس من جديد على مستوى البطولات الانجليزيه؟ نعم، أعتقد أن لدينا موسما رائعا حتى الآن. أعتقد أننا سننهي الموسم في أفضل 10 أندية أو أفضل 4 أندية. الآن نحن في المركز الرابع بعد وقد أمضينا 17 مباراة بلا هزيمة. بالفعل كان هناك بعض التعثرات، ولكن نعم لدينا مستثمرين سعوديين. أعتقد أننا الآن نحتاج لاعبين فقط أفضل لتدعيم الفريق كما فعل مانشستر سيتي. ربما إذا حصلنا على بعض هذه التدعيمات ربما سنجد أمرا مختلفا، وما وراء الكواليس لا نعرف. الآن الفريق يسير بخطى ثابتة وبحكمة، ليس لدينا نجوم كبيرة أو أسماء كبيرة ولكن لاعبون رائعون. هل تتوقع أنه في مع التدعيمات دي من الممكن نيوكاسل يونايتد يكون في صدارة المشهد، يكون عنده القدرة على التفوق على أندية كبيرة زي المان سيتي وزي اليونايتد وزي الأرسنال؟ الحقيقة قدم موسم فكرنا بأرسنال الذهبي اللي حقق بطولة الجولدن بريمير ليج قبل كده، اللقب الذهبي يعني لبطولة الدوري الإنجليزي. نعم، أود ذلك خلال حياتي، أود أن أرى ذلك. أود ذلك كما يود جميع مشجعي نيوكاسل، ولكن كما نرى لن نرى هذا على ما أظن خلال العام الحالي أو العام القادم. نتمنى ذلك. كما قلت هناك أمور تحدث وراء الكواليس، وأعتقد إذا استمر الفريق في هذا النسق خطوة بخطوة وبشكل ثابت، فأعتقد أننا سنرى ذلك. اللاعبون الآن مميزون، يجب عليهم فقط ونأمل ذلك ألا يتوقفوا عن الفوز. ربما
ربما حينما رأينا نيوكاسل في التسعينات وفي بداية الألفينات رأينا جيلا مميزا، ورأينا كيف استطاعوا أن يفوزوا بالدوري الإنجليزي، وحتى الآن نستطيع أن نرى ذلك، ولكن عليهم الاستمرارية والاستمرارية بثبات. وإذا فعلوا ذلك سنرى نيوكاسل بهذه الإدارة وبهؤلاء اللاعبين يفوزون بالدوري الإنجليزي. هنا لازم أقف معاك وأشوف إزاي بتنظر أو إزاي بتقيم تجربة الأرسنال، تجربة أرتيتا مع الأرسنال تحديدا اللي نجح، خلينا نقول بنجوم كانوا منهم موجودين في الدوري الإنجليزي، يعني زينشانكو أو خيسوس من المان سيتي، مارتينيلي من نادي يعني مش من أندية القمة في البرازيل، وغيرهم من النجوم استطاع أنه يجد توليفة ما فيهاش اسم أو سوبر ستار، ولكن قدم أداء أكتر من رائع ومازال في صدارة المشهد في إنجلترا. إزاي بتشوف السيزن ده بالنسبة لأرسنال، وإيه سر نجاح الأرسنال الموسم الحالي من وجهة نظرك؟ This is a sign of a very very good coach. أرتيتا مدير فني رائع جدا جدا. هو كان مدرب مساعد لبيب غوارديولا فترة ما وتعلم الكثير منه. وأتذكر حينما تولى قيادة أرسنال قد لقى الدعم الذي يحتاجه من الإدارة والتدعيمات التي أرادها حتى لو لم تكن أسماء كبيرة. ليس لديه أسماء كبيرة كما نرى، ولكنه استطاع أن يصنع تشكيلة مناسبة لفريق أرسنال ووصل بهم إلى أعلى مستوياتهم، فبالتالي واستطاع أن يجمع بين خبرات اللاعبين الذين ذكرت وخبرات ومجهود الشباب، والاستراتيجية التي يسير بها أرتيتا الآن مناسبة جدا للفريق. وبالنسبة لي في هذا الموسم أعتقد حتى الآن الفريق أثار اهتمامي، يؤدي بشكل جيد جدا، وكما ذكرت لم يصرفوا الكثير من الملايين حتى الآن. فأرتيتا الآن يركز مع التشكيلة الحالية، يلعب كرة غير اعتيادية من وجهة نظري، هو ناجح بهذه الطريقة، وكما تعرف كل ما نريده هو الإثبات على جودة المدير الفني هو الأداء الثابت. فلنرى ماذا سيحدث في المباراة القادمة للأرسنال. إزاي بتشوف شكل المنافسة الموسم ده في الدوري الإنجليزي؟ وهل بترى انه الارسنال يستطيع انه يحقق المفاجاه ويحقق اللقب؟ لانه ما اعتقدش انه قبل بدايه الموسم كان في حد يتوقع انه الارسنال هو بطل النسخه الحاليه من الدوري الانجليزي. هل بتشوف انه عنده القدره على مواصله مشواره، ولا بتشوف انه في انديه تانية ممكن تنافسه، وممكن تكون في انديه تانية زي السيتي مثلا اقرب لتحقيق اللقب؟ اعتقد ان مانشستر سيتي هو الاقرب حتى الان لارسنال ينافس. مشكلة أرسنال من وجهة نظري هو خيسوس، هو مهاجم كبير يبحث عن الأهداف، ولكن واجه بعض المشاكل مؤخرا. أعتقد أن أرسنال يمكن أن نرى الأرسنال على منصة التتويج، يجب عليهم ألا يفقدوا النقاط، وخصوصا بعد ما يقابلوا مانشستر سيتي يجب عليهم أن يفوزوا بهذه المباراة. وإذا فازوا بهذه المباراة أعتقد أن هذا سيدفعهم للأمام للتتويج باللقب. على العكس بقى الصحيح، يعني على الرغم من أنه بنتكلم على عودة ظهور الأرسنال ونيوكاسل يونايتد جاءوا من بعيد لصدارة المشهد مرة تانية، أندية بتقدم موسم أكتر من ناجح، بنشهد تراجع للكبار، الكبار اللي كانوا في مواسم قريبة جدا أبطال لدوري أبطال أوروبا، المسابقة الأقوى والأصعب والأعنف على مستوى الكرة الأوروبية. نادي زي تشيلسي، نادي زي ليفربول كانوا متواجدين بألقاب الشامبيونز ليج. الموسم الحالي يعتبر من أسوأ المواسم، وكثير من الأرقام السيئة اللي بيحققها الفريقين، للدرجة اللي بتتكلم فيها معظم التقارير الصحفية عن رحيل عدد من النجوم ورحيل المديرين الفنيين. من وجهة نظرك أسباب التراجع ده، وإزاي ممكن يرجع ليفر وتشيلسي مرة تانية للطريق الصحيح؟ أعتقد أن الأمر مع ليفربول أمر اعتيادي. حينما تفقد العديد من اللاعبين
فالأمر طبيعي حينما تقوم بتغيير جلد الفريق ويقوم المدرب بهذه التوليفة الكبيرة. على سبيل المثال الآن لديك أسماء كبيرة كفان دايك ولكنك لا تستطيع أن تحافظ على نفس المستوى أعتقد أن ليفربول مشكلته هي ما أداه الموسم الماضي وما فقده من اللاعبين ويريد أن يتعافى من هذه المشكلة. فيجب عليها أن يجد توليفة جيدة كما كان الحال في الماضي. فالآن الأمر صعب على يورجن كلوب، يريد أن يجد توليفة لخط الوسط كما كان الأمر بالسابق. لجد الفريق يؤدي بشكل جيد مرة وبشكل سيء مرة أخرى، فالأمر صعب الآن على ليفربول. أعتقد أن ليفربول، فحينما تنظر أيضا إلى تشيلسي وتوتنهام سبيرز، نجد هؤلاء الفرق لا تؤدي بأحسن حال، فالأمر اعتيادي. بمناسبة كلامي عن صلاح وكلامنا عن نيوكاسل، في بعض التقارير ربطت بين اسم محمد صلاح ونادي نيوكاسل كواحدة من الصفقات المحتملة الموسم اللي فات، وكنت الحقيقة يمكن تابعت كمان كلام أثناء فترة انتقال رونالدو للنصر السعودي إنه من الوارد جدا عودته مرة تانية للدوري الإنجليزي من خلال بوابة نيوكاسل. هل دي الصفقات اللي بيبحث عنها أو بتبحث عنها إدارة نيوكاسل؟ لو كنت على إدارة رأس إدارة التعاقدات بالفعل سأحضر محمد صلاح غدا. هو من أفضل إن لم يكن أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي. هو يتميز بالثبات، يتميز بالمستوى الرائع. جمهور نيوكاسل يريد أن يستمتع بكرة القدم، وبالطبع نريد أن نرى مقعدا لمحمد صلاح في نيوكاسل. أعتقد أن الجماهير ستود ذلك. إذا رأيت محمد صلاح يلعب بدون أدنى مشكلة، هو لاعب يستمتع بأدائه وكذلك يستمتع به جمهور ليفربول. إذا أتى محمد صلاح لنيوكاسل، لما لا نريد أن نحضر لاعبا مثله؟ بالفعل نود ذلك. حينما نتحدث عن توسعة الاستاد والجماهير الكثيرة التي ستحضر، بالفعل سيودون أن يرى محمد صلاح. أعتقد أننا سنود كجمهور نيوكاسل بنسبة 99.9% أن نرى محمد صلاح في الفريق، ولما لا رونالدو أيضا. كريستيانو رونالدو صفقة ناجحة من وجهة نظرك؟ أعتقد أن رونالدو في نهاية مطافه. أعتقد أننا حينما ذهب إلى الدوري السعودي كانت أفضل نقلة له في الوقت الحالي. نيوكاسل في تطور، في حالة تطور. حينما يوقع لاعبين لمدة عام أو عامين ليس أمرا محبذا، ولكن نيوكاسل يوقع على المدى الطويل. بالفعل نود أن نرى رونالدو، ولكن ليس أمرا مرجح للحدوث. توقعاتك لمواجهة النهاردة ديربي الميرسي سايد ليفربول إيفرتون؟ أعتقد أن الأمر صعب على كلا الفريقين. المباراة صعبة، كلا المديرين الفنيين يريدون أن يحققوا نتيجة إيجابية. كلا الفريقين تعثر في آخر 7 مباريات. أعتقد أنها مباراة مهمة لليفربول. يريد ليفربول أن يحظى بالنقاط الثلاث، لأن حينما تحاول أن تعرض أفضل لاعبين الآن على سبيل المثال محمد صلاح وتنافس على دور الأبطال، يجب عليك على الأقل أن تتدرج في الدوري الإنجليزي. وليفربول الآن أثبت جدارته في البطولة المحلية، ولكن بعض الإصابات ربما ستكون عائق أمام ليفربول وكذلك الحال بالنسبة لإيفرتون. وكان مساعدي ستيف ستونز كان يلعب في إيفرتون ويخبرني أن الأجواء هناك صعبة جدا داخل النادي هذا الموسم. أعتقد أن ليفربول ربما سيفوز بهذه المباراة. خليني أسأل أو أسمع رأي جون كارفر في أهم صفقات الميركاتو الشتوي من وجهة نظرك. مين اللعيبة اللي تتوقع أن هم يكونوا من نجوم البريمير ليج واللي يقدروا يصنعوا الفارق مع فرقهم فيما تبقى من ماتشات في الموسم؟
أعتقد أننا جميعاً نرى انتقال هالاند ونرى أهداف هالاند. الجمهور ينتقد هالاند على الأداء مؤخراً، ولكن حينما ترى لاعباً يستطيع إحراز هذا الكم من الأهداف فلديه الفرصة بالفوز بدور الأبطال. حتى الآن هذا الشاب لديه المزيد ليظهره. ربما لن يلعب أمام الأرسنال، ولكن بالنسبة لي وهذا يحدث حتى الآن هو بالنسبة لي مفاجأة. لعبنا أمامه أمام منتخب بلاده في اسكتلندا، وهالاند كان مصابا ولم يلعب أمامنا لحسن الحظ، فهو لاعب رائع، هو لاعب كبير بالنسبة لي. أعتقد أن هالاند هو الأفضل. جون كارفر طبعا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليك مع منتخب اسكتلندا. ده كان لقاءنا طبعا مع المدير الفني السابق لنادي نيوكاسل يونايتد، كلامنا كان على الدوري الإنجليزي.